السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم لاباس، اموركم مزيانه. اول حاجه قبل ما نبدا لكم هذا الفيديو هذه اللي كنت صورتها شحال هذه من شهر 12 على ما اظن، غير دابا عاد كندير لكم المونتاج الفيديوهات القدام داكشي باش غادي يبانوا لكم. المهم ما بغيتش نسوبريميهم وصافي، اصلا ما مصوره والو هاد الايامات، قلت نحط لكم هاد الفيديوهات القدام هادو. ولكن قبل من هاد الشيء بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف 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 على اي كلمه قلتوها ليا في الفيديو اللي فات، وعلى الدعوات ديالكم وعلى كل شيء. الصراحه لاله خطيكم الصراحه، والله ما كنت باغا نقبل لكم المواجه، ولكن الغلب الله ديك الفيديو دارت وكنت كان ايزيتي واش نحطها ولا ما نحطهاش. كانت محطوطه في اليوتيوب 5 ايام وهي محطوطه في اليوتيوب بريفي، وكنقول واش نطلقها بيبليك ولا ما نطلقهاش، وفي اخر لحظه طلقتها، قلت غادي نديرها غير على وديت الدعوات لجدادي وصافي. هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف، خليكم مع الفيديو والحمد لله والشكر لله على كل حال. عمري ما وريتكم الروي اللي عندي، جبره واحد الحاله يرتلها عندي هادشي درا يلا خويته، حيت كانوا عندي ديرونجمون هنايا خصني نبدلهم. شوفوا قاصه كان خوي الروينه 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 الروينه، دابا كيبان لكم كلشي شي محلول شي مسدود شي، علاش؟ حيت كنجبد من هنا ونجبد من هنا. هاتي حاول نقاد هادشي هذا، واخا خصني ناخذ ديرونجمون، دابا خصني ناخذ لي رونجمون فاش نقاد الماكياج ديالي. شوفوا يديا كي دايرين. كنخلي دابا هذاك الشيء اللي مهم جدا اللي كنستعمل ديما. نفس الشيء بالنسبه لهنايا، لقيت عندي بزاف ديال لي فون دو طون ما بقيتش كنستعملهم، شحال حاجه ما بقيتش كنستعملها. المهم بزاف ديال الحاجات، فكنخوي الروين عندي لي باليت حتى هما جالسه كنقي، كنشوف داك الشيء اللي باقي كنستعمل، داك الشيء اللي ما كنستعملش كنحيدو. عندي هنايا دي باليت، هادي ديال الطخت ما سخيتش بها الصراحة، واخا شوف راه حفرت هاديك الساعة مسكينة. مهم عندي هنايا لي باليت، غادي نحتفظ غير بهادو صافي. هادشي كامل غادي نعطيه، حيت صافي طلي هادشي في الراس، خنشة ديال المكياج. هنا واحد السطل حاشاكم دايره فيه كاع داكشي اللي صافي ما سالا. المهم خليكم معايا نكمل هاد الروينه هادي، ما نقدرش نوريكم حيت الصراحه عندي داكشي مخربق ديال بصح، حتى نسالي وديك الساعه نوريكم داكشي اللي بقى. شوفوا العكره ديالي مسكت ناري ما يمكنش ما عرفتش شنو كندير بهادشي كامل، ما عرفتش شنو كندير بهادشي كامل. هاد بهادشي اللي بغيت نفهم، خصني دابا نحيد منهم كاع داكشي اللي كنستعمل بزاف اولا اللي كيعجبني بزاف اولا اللي ما سخيتش به ونخليهم. ناري ديا حالتهم، ضفاري حالتهم، كلشي حالته. معاك بدا نخشي ديا، كنلقى راسي كثرت الاقلام، كثرت الحاجات تاحوا ليا تما. المهم غادي نحيد منهم، نحيد غير داكشي اللي مهم، يعني غنحاول كنت حاطاهم في هاد لي رونجمون هادو، ولكن غادي نحاول نحيد غير داكشي اللي كنستعمل شويه وصافي، زعما ديما وصافي، ما غاديش نخلي مازال داكشي اللي بقى. الصراحه في هذا الفيديو هذا ما حشمتش، وريتكم الروينه كما هي ولكن عاتي بصح هاد المجوره هادو عكزت عليهم بزاف مده ما نقيتهم. كنهز كنماكي وداكشي ولا درت شي حاجه وكا داكشي كنلوحشي على شي، وصراحة ديما كنقول يوم غدا اليوم غدا نخصص لهم شي نهار اللي زعما غير لهاد المجوره هادو بوحديتهم، يعني كنخمل بيتي وكلشي وهاد المجوره كنعكز عليهم حيت عارفه غيشدوا ليا نهار، وفعلا راه شدوا ليا نهار نهار على قدو. ولكن ما صورش لكم كلشي، يعني كنصور غير لقطات وصافي باش تشاركوا معايا الروينه ويكون كروتين حماسي فقط. اللي عندها شي قنت عاكزه عليه وكتقول كل نهار غنجبدوا اليوم غدا اليوم غدا، تنوض جبدوا دابا باش هكدايا. المهم كنتحمسوا كنحمسوا بعضياتنا وصافي، وهادشي اللي كاين. اللي بغيت نقول لكم احبيباتي، لو وصلتوا لهاد اللقطه هادي ما تنساوش تخليوا ليا لي كومونتير ديالكم، خليو ليا لي جيم ديالكم اولا لي لايك ديالكم، ولا ما كنتيش مشتركه في القناه هبطي وضغطي على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك،
والجرس باش هكذا يوصلك كاع الجديد ديال القناه. نحاول ان شاء الله نبقى نحط لكم الفيديوهات. ورمضان دابا عاوتاني قريب، نتوانسوا مع بعضياتنا بالوصفات. اللي عندها شي وصفه تكتبها ليا وحتى انا الا عندي شي وصفه غادي نعطيها لكم ونشاركها معكم، وندوز رمضان ان شاء الله بحول الله. غير يا ربي يوصل بخير وعلى خير، وحتى حنا نوصلوا ليه بخير وعلى خير، وان شاء الله ان شاء الله لا يورينا شي بس في شي حد يا ربي. والله يخلي لكم معزيز عليكم، والله يخلي لنا معزيز علينا، وشكرا لكم بزاف. والله يا بنات ما عرفتش شنو نقول لكم، ولكن بصح في اخر فيديو بينتوا ليا مدى الحب ديالكم ليا، وسبحان الله تي ملي كيبغيك الواحد غير هكاك يعني بدون مقابل، راه هذيك يد الدنيا وما فيها. المهم عم دمكي لكم اسمح لي، ولكن والله العظيم الا شكرا لكم بزاف بزاف من اعماق ديال قلبي. يلا نخليكم نكملوا الفيديو ديالنا، نكملوا هاد الروينه هادي اللي الصراحه والله العظيم الا انا كندير المونتاج وحشمانه وكنقول ويلي 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 على فضحه، ويلي 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 على فضحه. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي طلع، كتعرفوني انا بلا زواق بلا والو، هادشي اللي كاين. هانتوما حيت بزاف، خليت غير هادو صافي. ناري عمرني ما درت لو تخي بحال هكا الصراحه زعما. المهم ما ديواش على هاد الروينه. قلت لكم عمرني ما نقصت لهاد الدرجه هادي، ولكن صافي خصني نقص باش حتى الا غنشري شي حاجه جديده نعرف شنو غادي نشري. دابا غادي ندوز لهادو ولي كرايون حتى هما نحيد نعدل فيهم عاوتاني داكشي اللي مزيان. داك الميك اب حاولت نجمع فواح تيغوار صافي باش نتهنى، حيت بزاف ديال الكج كنت عرفتي شحال هادي كنت دايره واحد تيغوار غير ديال لي فون دو طون و لي زونتي سيرن وهادو، واحد تيغوار غير ديال لي باليت وديال لي روج اليف واحد ناري بزاف. معليش هادشي غنعاود فيه البيع بزاف. هادو غنديهم دابا باش يتغسلوا، هاد لي بروس هادو كاملين. هنايا حاطه داكشي ديال لا ديودورون داك التخربيق، وهادو هنايا حاطه لي زيبونج. المهم هادشي كامل وغادي تهز دابا غير حطيتهم باش نشوف كيفاش غادي يجيو وصافي. ما دابا غادي تهزو باش يتصبنوا يتصبنوا يتغسلوا. صافي هنايا حاطه هاد هادشي هذا كاع داكشي ديال لي سوان، لي سوان ديال لوجه. تاني مجر درت فيه السشوار مع لي بغوس هنايا. كوتون تيج خاصني كوتون ديسك. هادي درت فيها لاباراي ديال لاسيغ مع الوراق ديال لاسيغ، بقاو ليا هاد جوج ديال لاسيغ حطيتهم هنايا. هنايا حاطه لي فيرني مع اش كيقولوا ليه مع هذا. المهم هذا مشات لي سميتو هذا باش كنمسحو الفيرني ويلي. هنايا حاطه اي حاجه كتعلق بلوكور يعني لي بروم لي كريم و لي غوماج وداكشي كامل، ولكن كومونديت حيت بزاف ديال لي كريم وشي تخربيق اخر ما بقيتش كنستعملهم، وشحال هادي كانوا عندي هنايا راكم عارفين لي كريم وداكشي فاش كيدوزو مده، وكنحل انا الديفو اللي كندير هو انني كنحل كلشي في خطره. واللي كيوقع هو انه مع المده راكم عارفين فاش ما كيتستعملش بزاف اولا كيكون عندي ان كود كير وكنهزو كنبقى نستعملو وكنخلي الاخرين راه كيخسرو. غير دور بال لهاد القضيه هادي وصافي. المهم حيتهم كاملين، كومونديت شي وحدين من برا من فرنسا من فيكتوريا سيكريت غادي نكم غادي يجوني ونوريهم ليكم بقى خاوي. دونك هاد لي تيغوار هادو بقاو خاويين خصني نمسحوهم. شنو قلت غادي نجيب ليهم لي فولار ديالي كاملهم ونهني راسي، حيت نورمالمون لي فولار دايراهم في البلاكار في المجوره ديال البلاكار ديالي، ولكن غادي نحيدهم صافي. دابا خصني نمسح هادشي كامل على هنايا ونقي هاد البلاصه هادي اللي فيها اش كيقولوا ليه لي بارفان خصني نقيها. من بعد ان شاء الله غادي نحيد هاد لي بارفان هادو غادي ندير لهم رونجمون ديالهم بوحدهم. ولكن مازال ما كومونديتو شوف. وميكا ديال الماكياج وشي تخربيق خور. المهم بزاف ديال التخربيق ميكا ثقيله. المهم ما علينا
شوفوا 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 شنو لقيت ما بين هاد الدروينه هادي. شوفوا تصويرتي فاش كنت صغيره لبسه كسيوان عمل. لا ما عرفتش كتبان لكم مزيان ولا لا، نحاول نزومي باش تشوفوا. قرا بعد ما ساليت صافي نقيت دوك المجوره ومسحتهم وكلشي ونقيته على برا، ولكن الزيوفه وداكشي اللي قلت لكم ما حطيتهمش مازال داك النهار، خليت صافي حيت كان خاصني ندخل الدراري يدوشوا ونحط لهم العشاء ويمشيو ينعسوا. صافي استفدت انا الروح هذا غير حاطه. المهم كما قلت لكم انا ان شاء الله مازال ما خديت الغونجمون اللي غادي ندير فيه الروايح، حيت المهم ما عادش راه كتعرفوا في هذه القضيه ولا لا، ولكن انا من النوع اللي كيحماق على لي بارفان، وعندي فيهم بزاف، شي محطوط هنايا شي محطوط عندي في البلاكار شي محطوط في لي تيغوار، داكشي باش كيخصني ضروري 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 ناخذ الغونجمون. كل مره كنبدا نقول غناخذو اليوم غدا اليوم غدا، باش هكذايا نحط فيهم غير لي بارفان ديالي ونخوي فوق هاد لي تيغوار هادو باش يبقى خاوي ونحط فيه غير لا ديكوراسيون صافي. فهذا هو البلان ديالي، ولكن راه مازال ما مشيت نجيبو. هنايا راه غادي تشوفوني جالسه كندكس كندكس حتى عيت، وانا نقول صافي ستوب مريم، حيدي داكشي حطي داكشي اللي هز داكشي اللي ما هزوش حطيه في المجرى عاوتاني، بديت عاوتاني كنحط في المجرى. المهم ماشي مشكل. شي نهار الا بغيت نشارك معكم لي بارفان ديالي، شنو كيعجبني بزاف، شنو اللي كيجيني كيصلح للبرد، وشنو اللي كيجيني كيصلح للصيف، شنو اللي كيصلح ليهم بجوج، قولوا عليا نشاركها معكم. صافي المهم استفدت هانتوما غادي يبان لكم صافي في داك الاخر ما بينش لكم مازال كامل، ولكن راه دكست حتى عييت، وفي الاخر حيدت داكشي الاخر وحطيته في المجر. هنايا حاطه ديال راجلي، راجلي حتى هو راه كيحماق على البارفان، غير هو لي بارفان كيتاتلو عندو يعني كيدوزو عندو مودة، ماشي بحالي أنا دغيا كنسالي بارفان دغيا كنخصني نمشي نجيب واحد آخر كندوش بيه، ماشي كنرشو ديما كيقولو عليا هاد القضية. صافي المهم علينا، كملت هادشي هذا أو دخلت ندوش، ومن موراها المهم دوشت للدراري حتى هما تعشاو، ومشيت درت واحد الكيكه اللي غادي نشاركها معكم حتى هي كتجي رائعه بزاف. كان هذا هو الفيديو، ماشي الفيديو، المهم باقي الفيديو طويل زعما، كان هذا هو الروتين كما قلت لكم. المهم كنتمنى انه نكون حفزتكم واحد شويه. دابا من بعد ما ساليت الروينه حيد داك ليزار ديال فوق هنايا، ولكن مازال ما غلفت هنايا حتى ندوشو. اول حاجه غادي نديرها حيت صافي دابا جمعت البيت وسيقتها كلشي، غادي ندخل الدراري يدوشو. هنا وجدت البيجامات ديالهم ديال عيسى وديال نوح، ندخلهم يديروا الدوش. ياك نوح نديروا الدوش؟ تدير الدوش وهذا الدور يرجع. هذاك ديال من؟ انا بغيت هذاك ديال عيسى. يلا يلا نمشيو نديروا الدوش يلا. عندي معايا القماش ديال جيجي كوزميتيكس، صراحه واعر جدا جدا جدا. ما كنخليهمش في الدوش حيت دائما ملي كنخلي لي كوماج في الدوش كيخسروا ليا، داكشي باش كنحطهم معايا هنايا في البيت وقت ما بغيتو كندخلو الدوش كندخلو معاهم. المهم علينا، غندخل معايا هذا نمشي ندوش للدراري وندوش حتى انايا نحيد عليا هاد العيا هذا والستريس. ايوا المهم دابا نشارك معكم الكيكه. بالنسبه للكيكه كنحتاجو نص كاس ديال السكر، انا هنايا درت الكيسان ديال اتاي صغار، نص كاس ديال السكر، كاس ديال الكوكو او جوز الهند بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يقدروا يبدلوه بالمكسرات، كاس ديال الزيت، غادي يخصني نص كاس ديال الزبده دايبه غير حطها دابا كدوب، غادي نبينها لكم من بعد، اربعه د البيضات ومعلقه ديال نسكافيه اولا قهوه سريعه الذوبان، خميره جوج خميرات حمرين، وحده فاني، ومعلقه كبيره ديال العسل، والدقيق. صافي هادشي اللي غادي خصنا. تقدروا تخلطوا كلشي في مولينكس اولا تخلطوا بالطراب الكهربائي اللي بغيتوا، انا هنايا استعملت غير ايديا فقط يعني الطراب اليدوي. كنديروا ربعه د البيضات ونص كاس ديال الزيت وديك سكر فاني ومعلقه ديال
نسكافي، كتعجبني ملي كتكون فيها قهوة، كتجي كيجي المذاق ديالها زوين. صافي كنخلطوا كل شيء، يعني كنضربوا مي راه كدايه شويه وصافي، ومن بعد كنبداو نزيدوا المكونات الاخرى. صراحه هاد الكيكه دي راه كتجي زوينه بزاف، تقدروا تسقيوها بالنسكافي من بعد، تقدروا المهم تخليوها هكا كيما خليت انايا كيف ما بغيتوا. هنايا كنزيد معلقه كبيره ديال العسل كيف كتشوفوا، يعني معلقه كبيره عامره نيت. داكشي باش غادي يبان لكم بدات غير نص كاس ديال السكر. ودائما ملي كيكون السكر يعني كثير، يعني دائما ملي كيكون كاس كبير ديال السكر وهذا، راه بطبيعه الحال كتزيد تنفخ لكم الحلوه اكثر واكثر. هنايا زدت كاس ديال الزيت، وغادي نزيد نص كاس ديال الزبده. علاش زدت الزبده؟ حيت كتعطي واحد الهشاشه زوينه للكيكه، داكشي باش زدتها، ولكن غادي يبان لكم كنزيدها شويه بشويه حيت كانت سخونه، فما تزيدوهاش دقه وحده الا كانت مازال سخونه. صافي هنايا كنخلط كلشي، ومن بعد كنبدا نزيد، غادي نزيد الكوك، يعني داك جوز الهند الا ما بغيتوش كما قلت لكم، حيت سبحان الله كاين اللي ما كيعجبوش. الا ما كيعجبكمش تقدروا تبدلوه بالمكسرات، اولا ما ديروا كاع والو، يعني كيف ما بغيتوا. صافي زدت الكوك، ومن بعد كنزيد الدقيق. شوفوا يا البنات، انا دابا هادشي كندير الفوا اوف، والله العظيم الا نسيت كاع على هاد الكيكه، وحق الله العظيم حيت هادشي كنقول لكم راه شحال هادي باش صورت هاد الفيديوهات كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. ودابا راه كنشوف وكنبقى نقول لكم كنشوف وكنتفكر. غادي ندير الكيسان ديال الدقيق، هنايا غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وغادي نخلط. ولا بان لكم خاص مازال الدقيق، بطبيعه الحال كتعبروا بنفس الكيسان. درتو كيسان كبار عبروا بنفس الكيسان، درتو كيسان صغار غادي تعبروا المهم بنفس الكيسان، نفس الكاس باش درتو الزيت وكلشي، وباش غديروا الباقي ديال المقادير. هنايا كنخلط وكنزيد عليهم دوك جوج خمارات حمرين حتى هما، بطبيعه الحال خلطوا مزيان باش على حسب الدقيق لا يتكور لكم ولا شي حاجه. كتزيدوا جوج خميرات حمرين. هنايا راه عيا وليدي، عتي راه عييت مع الدراري، دوشت لهم وداكشي، بديت غير كنخلط، عتي كنخلط بداك بسلو موشن كنخلط بداك ثقيله. المهم ماشي مشكل. هنايا كنكون ديجا وجدت واحد المول اللي كنكون دهنته بالزبده ورشيتو بالدقيق. هاد القضيه زعما مزيانه باش هكدا ما كتلصقش لكم الحلوه. صافي المول ديرو كيف ما بغيتو، سوا يكون عادي ولا هكدا يمتقب من الوسط ولا كيف ما بغيتو. صافي كنحط نص ديال الخليط، وكنزيد عليه دوك لي بيبي دو شوكولا. تقدروا تزيدوا المكسرات، يعني ما بين طبقه وطبقه ديروا المكسرات، اولا ما ديروا والو خويوها نيشان، المهم اللي بغيتو. انا هنايا درت داك الشوكولات هو اللي درت، وعاوتاني درت الطبقه الاخرى، وعاوتاني رشيت عليها الشوكولات. صراحه كتجي زوينه بزاف، كتدخلوها الفران درجه الحراره 180 درجه، كتشعلو لتحت هو الاول بطبيعه الحال حتى كطيب، وعاد ديك الساعه كتشعلو للفوق. بالنسبه ليا انايا فاش شعلت للفوق، هنايا راه كانوا الدراري ناعسين، فاش شعلت للفوق نوح كانت الى عقلت كانت ديك الساعه ضربته الفيقه، وكان كيكح ورد ليا ولا ما عرفت المهم حاشاكم، ومشيت كنجري عنده صدقه تحمرات ليا مزيان من الفوق. المهم ما تخليوهاش تحمر لكم كما تحمرت ليا انايا، ناحيت هذه الكيكه دي درتها على حساب ماما المدرسه وباش نيت حتى حنايا نفطروا بها، ولكن مشيت كنجري عنده وهذا، ونسيت الكيكه في الفران وهي تحمر ليا، راه غادي يبان لكم. والكيكه ملي كتخرجوها من الفران تقدروا تسقيوها بالقهوه، كتجي رائعه في المذاق. الا ما بغيتوش يعني بغيتو تخليوها ككيكه عاديه، خليوها. انا دهنتها غير بالعسل ورشيت عليها الكوك من الفوق، راه غادي يبان لكم دابا تشوفوه. صافي هنايا دخلتها، غادي ندخلها للفران. هانتوما راه رشيت عليها هو الاول دوك لي بيبي دو شوكولا، عاد غادي ندخلها للفران وغادي تشوفوا الحريره في الاخر. المهم ماشي مشكل، انا عطيتكم الوصفه، هانتوما غادي يبان لكم تحمرات ليا شويه من الفوق، تحمرات نيت، ولكن نتوما ما تخليوهاش زعما توصل لهاد لي طاب بحال هكا، يعني غير طيب لكم صافي عادي، يعني بحال اي كيكه. ولكن هكا كنوري لكم من الداخل كيفاش كتجي، كتجي زوينه وهشيشه والله، زعما كتجي واعره بزاف، جربوها ما غاديش تندموا. هاد المكونات هادو كيجيو زوينين، وكيف كيبان لكم راه كتفرتت غير بوحدها، راه كتجي هشيشه سورتو مع ديك الزبده اللي درنا ليها. وهادشي اللي كاين، كنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم، طلعوا ليا في ريوسكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله، كنت ديجا حتى مصوره لكم، وبسلام عليكم.